صدق. كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق الكذب وش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد، ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق، بل الأرزاق بيد الله، والمحيا والممات بيد الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الخالق الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الخالق الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. إنه نعم المولى ونعم النصير. السهم برنامج جعلناه للخير، نترك به باب كل ضعيف ومحتاج. برنامج جعلناه للخير، نترك به باب كل ضعيف ومحتاج، نصل به إلى كل من يريد طوق نجاه، نسمو به عن كل صغائر الدنيا، ونعلو به إلى رحاب الخير والفوز برضا ربنا عز وجل. السهم لن يترك مجالا للتنافس في الخير إلا وسعى إليه. السهم لن يترك مجالا متاحا أو طريقا للخير إلا وانطلق نحوه بكل قوة. السهم سينطلق نحو كل نجاح، يركز الضوء على أصحابه ليكونوا قدوة لغيرهم. السهم سيكون مع كل إنسان على أرض مصر الغالية، في السراء وفي الضراء. السهم يمد يده للجميع، فلنتعاون في الخير ولنسرع إلى الفوز برضا ربنا جل وعلا. السهم سينطلق مستعينا بالله، سينطلق مستعينا بالله، مخلصا له النية، صادق العزم، قوي الإرادة. السهم شعاره ارفع للخير راية. السهم ينادي وسارعوا، السهم يطلب إيد في إيد. النهاردة مشاهدينا الكرام حلقتنا حلقة مهمة جدا. لماذا؟ حلقة النهاردة متميزة بشيء مهم وبشيء جديد معنا في برنامج السهم، واعتقد انه جديد على كثير من القنوات بفضل الله رب العالمين. انطلقنا وقلنا سننطلق الى الفقراء، سننطلق الى المساكين، سننطلق الى المحتاجين، سننطلق الى المرضى، سننطلق بالقوافل الطبية، سننطلق بالقوافل الخدمية، وسننطلق ايضا بالقوافل الدعوية بنشر الإسلام الوسط المعتدل ومحاربة الفكر المتطرف إلى آخره. ده اللي حنتميز به بفضل ربنا. مرة في الشهر حتلاقينا بإذن الله رب العالمين في قافلة دعوية بنتجه، بنذهب إلى كل المحافظات بإذن الله رب العالمين على قدر استطاعتنا وطاقتنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل العلماء وكل الدعاة وكل المشايخ اللي هيتعاونوا معنا بإذن الله رب العالمين. حننطلق وحنقبل كل الدعوات التي تأتي إلينا على قدر المستطاع كذلك إن شاء رب العالمين. ولكن هنبدأ بالفقرة الأولى النهاردة في برنامجكم برنامج السهم، بناء على طلب حضراتكم، بناء على طلب الكثير من حضراتكم من خلال التلفونات والاتصالات اللي أتت إلينا، ومن خلال الرسائل اللي أتت إلينا على شريط الرسائل هنا في قناة الرحمة. وأحب أقول أيضا إن احنا هيبقى في خدمة تفاعلية مع بعض النهاردة وفي كل الحلقات بإذن الله. اللي مش هيقدر يتداخل معنا من خلال التلفون لكثرتها لانشغالها إلى آخره، حنتواصل من خلال شريط الرسائل. الرسالة اللي هتبعتها حضرتك معانا سواء بالإيجاب أو بالسلب بالتأكيد هنقولها وحنسعد بيها، وحنتقبل كل رأي كل نقد بإذن الله رب العالمين، ونتقبل كل نقد بناء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص يا رب العالمين. بنقول الفقرة اللي هنبدأ بيها تذكرة بالفقرة اللي بنعيدها لحضراتكم وبنكررها مرة أخرى، جزء منها لبناء على طلب حضراتكم، فقرة معهد القلب. احنا كنا قلنا الحلقة الماضية ان احنا هنروح
معهد القلب يوم الثلاثاء الماضي، ولكن لظرف خاص حصل وظرف طارئ يعني هام جدا هو ده اللي أجلنا، وده اللي أخر الموضوع لظرف طارئ، وأنا بعتذر نيابة عن الكل، بعتذر لكل الأحباب اللي راحوا عند معهد القلب، بعتذر لكل الناس اللي راحت وكان جايبة حاجات جميلة، ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. أقول مرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سنتجه بإذن الله رب العالمين إلى معهد القلب يوم الثلاثاء بإذن الله، يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا سننطلق إلى معهد القلب بإمبابة، فاللي محتاج يجي معنا يشرفنا ونسعد به ويتواصل معنا من خلال التلفونات أو من خلال شريط الرسائل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القبول يا رب العالمين. يلا نبدأ مع بعض مشاهدنا الكرام تذكرة بفقرة معهد القلب اللي كنا فيه، نشوف مع بعض. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. كويس؟ في سنة كام؟ انت منين؟ من كفر الشيخ. حافظ قرآن؟ ايه بقى حافظ ايه؟ قول كده كل والله احد. والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شاطر ما شاء الله. نفسك فيه بقى؟ مش بحاجة. مش عايز حاجة؟ نفسك في ايه؟ مش في حاجة. ايه اللي انت عايزه ده؟ مش حاجة. مش عايز حاجة؟ Mm-hmm.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هي فقرة متعبة ومؤثرة، ولكن كتير من الناس والأحباب وكتير من المشاهدين اتصلوا وقالوا احنا محتاجين الفقرة دي نعيدها من جديد، ولكن هي مؤثرة جدا فاختصرناها في المشاهد اللي احنا شفناها. بناء عليه إن شاء رب العالمين سنتجه بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين يوم الثلاثاء القادم بإذن الله في تمام الساعة 12 ظهرا بإذن الله إلى معهد القلب بإمبابة، من أجل أن احنا نزور الأطفال ونزور المرضى في معهد القلب بإمبابة. وهيبقى فيه إن شاء رب العالمين مفاجأة كبيرة جدا، وإحنا موجودين هناك سيتم الإعلان عنها بإذن الله رب العالمين في معهد القلب إن شاء رب العالمين. ده دورنا أن احنا محتاجين نتعاون، محتاجين أن احنا نتحرك، محتاجين أن احنا نحرك بعض. وقبل ما بنحرك قلوبكم ومن قبل ما بنحرك مشاعركم وجوارحكم، احنا بنحرك نفسنا اولا، لان الامر صعب جدا ومؤثر جدا، وربنا يثبتنا يا رب العالمين. تعالوا مشاهدينا الكرام، ولكن نقول في الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ربنا يتم الصحه والعافيه على كل الاطفال وعلى كل المشاهدين في كل مكان يا رب، وينعم على الاطفال اللي احنا شفناهم وغيرهم بالصحه ويشفيهم ويعافيهم يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم امين. اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب. هننتقل مشاهدينا الكرام لفقره معانا جديده نوهنا عنها من حلقتين، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى حققناها بفضل الله رب العالمين، القافله الدعويه. حينما تكلمنا وقلنا لابد ان يبقى في تجاوب وتشارك، نعم بنذهب الى كل الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين والارامل والايتام الى اخره، ونقدم كل الخدمات على قدر استطاعتنا وطاقتنا لمن يترك الباب. فاحنا بنقول يا رب قدرنا ان احنا نعمل كل حاجه، لان المسؤوليه كبيره والحمل كبير، وربنا يقدرنا كلنا. حبينا ايضا ان احنا نقول لابد ان يبقى تفاعل، يبقى كان في قافله طبيه محتاجين ايضا، وقافله خدميه محتاجين ايضا، يبقى في قافله دعويه. كتير من الناس قالوا مع نصره سيدنا النبي المشايخ لابد ان هم يلتقوا، وهم بالفعل يلتقوا مع الجمهور ومع احبابهم وروادهم في كل مكان في كل المحافظات، ولكن احنا بدانا الانطلاقه من الشرقيه، من بلبيس، من مجمع التوحيد، واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا التوحيد الخالص يا رب العالمين. بدانا من الشرقيه، وبدانا من مدينه بلبيس، ومن مجمع التوحيد. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي تم في القافله الدعويه
وفي الندوة الدينية اللي كان بيحاضر فيها اثنين من الأفاضل. تعالوا بعد كده مشاهدينا الكرام نروح لمجمع التوحيد بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين. حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله القافلة هذه القناة العاملة يا رحمة فيها الهدى فيها الهدى فيها الهدى للخير دوما راحلة تروي القلوب سعادة والخلق عنها سائلة تعطي الفقير محبة 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 فامضوا لهذه القافلة. حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الأعزاء، مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم قبل أن ترحبوا بنا. يسعدنا الحضور الأعزاء مشاهدين الكرام وانطلاق أولى ندوات القافلة الدعوية لبرنامج السهم بقناة الرحمة الفضائية أن تنطلق أولى ندوات القافلة الدعوية من هنا من مسجد التوحيد بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. اليوم مشاهدينا الكرام وأولى الندوات تحت عنوان مع القرآن، نعيش مع القرآن الكريم، نحيا مع القرآن الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. آمين آمين يا رب العالمين. الحضور الأعزاء مشاهدين الكرام مع أولى فقرات حلقة اليوم، الشيخ أحمد محمود لتلاوة القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ذلك هو الفضل الكبير.
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاءً، ولا ينفد هذا العطاء، لأن كلمات الله لا تنفد. قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً. الكلمة الآن مع فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم حسن، مدير إدارة أوقاف بلبيس بالشرقية. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا القرآن أنزله الله عز وجل، لم تضعه لجنة من اللجان، ولم تؤلف جماعة من البشر. حينما نسمع الذين يتحدثون عن الدستور وعن القوانين وعن التشريعات، يجب أن نتحدث عن الدستور الذي لم تضعه لجنة من اللجان ولم تؤلفه جماعة من البشر، وإنما أنزله الله. دستور السماء دستور خالد لهداية الخلق، قانون السماء لأهل الأرض، أنزله الله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ذلكم القرآن في حفظه رحمة، وفي تلاوته نعمة، وفي العمل به بركة، وفي التجمع عليه سكينة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. القرآن الكريم إذا كنا نحتفي ونكرم حفظة القرآن فهذا شيء طيب جميل. حفظ القرآن نعمة وبركة، ولكن الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه سريعاً أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن لنحفظه فقط، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع القرآن العظيم، كيف نتعامل مع القرآن حفظاً وتلاوة، كيف نتعامل مع القرآن فهماً وتفسيرا، كيف نتعامل مع القرآن عملا واتباعا ودعوة. القرآن أنزله الله تبارك وتعالى ليكون منهاج حياة، منهاج حياة للفرد، ينظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع،
والدولة والأمة دستور شامل كامل استمد كماله من كمال منزله سبحانه وتعالى. اختصه الله تبارك وتعالى بخصائص وميزه بميزات ليست لأي كتاب، سواء كان كتاباً دنيوياً أو كتاباً سماوياً. اختص الله القرآن من بين كتب السماء بخصائص وميزات عديدة، أهمها أنه كتاب ميسر، سهل الحفظ، سهل الفهم. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الخاصية في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب المبين، الكتاب الواضح هو القرآن، كتاب محفوظ، محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فالقرآن نور لنا يهدينا الطريق إلى الله، يعلمنا كل شيء، كل صغيرة وكبيرة يعلمنا ويؤدبنا بالأخلاق الكريمة. ينبغي علينا أن نتبع هدي القرآن وأن نتخلق بأخلاق القرآن حتى يشفع فينا القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. أكتفي بهذا القدر لعله أن يكون فيه الكفاية لمن شرح الله صدره لنور الهداية. بارك الله فيكم وجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. الكلمة الآن مع فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فُصِّلَتْ من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وتنزيل القرآن الكريم من لدن رب العالمين على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة حمد الله تبارك وتعالى نفسه عليها، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وذكر عباده بها. ففي سورة الرحمن، وهي سورة النعم، ذكر الله تعالى الثقلين الجن والإنس في هذه السورة بنعمه عليهم. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بقوله: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فامتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بتعليم القرآن قبل أن يمتن عليه بخلقه. فخلقك نعمة، وجودك في هذه الدنيا نعمة، ولكن أجل نعمة نعمة تعليم القرآن، لذلك امتن الله بها على الإنسان قبل أن يمتن به أو عليه بخلقه. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن الإنسان بلا قرآن لا يسوي شيئا، فقيمة الإنسان هي في القرآن الكريم. كلنا يعلم كيف كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا في جاهلية وشر، كانوا في ضلال مبين، يأكلون الربا والميتة والخنزير، ويشربون الخمر، ويزنون، ويقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، وكانوا قبل ذلك وبعده يعبدون الأصنام والأوثان. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكر العرب وأن يجعل لهم الصدارة وقيادة البشرية، أنزل عليهم هذا الكتاب المبين، وقال لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلما عقلوا عن الله عز وجل مراده ومقصوده من تنزيل هذا القرآن عليهم، فقبلوا هذا القرآن وآمنوا به واتبعوه وجعلوه إمامهم، قادوا به البشرية كلها وعلوا به على أكبر دولتين في ذلك التاريخ، علوا بالقرآن على فارس والروم. والآن وذكر العرب قد انخفض، وراية العرب قد انخفضت، إذا أراد العرب خاصة والمسلمون عامة أن يرفعوا رايتهم وأن يستعيدوا مجدهم حتى تكون لهم قيادة البشرية كما كانت للأولين من أصحاب النبي وتابعيهم، على المسلمين أن يعودوا إلى هذا القرآن. فبالقرآن
رفع الله الأولين ولن يرفع للآخرين ذكر إلا بهذا القرآن. ولعل هذا الحفل المبارك الكريم آية من آيات وضع المسلمين أقدامهم على الخطوة الأولى نحو العودة إلى كتاب الله عز وجل. لعل هذا الحفل المبارك الذي يقيم إخواننا في جمعية أنصار السنة المحمدية فرع بلبيس تكريما لأبنائنا من حفظ القرآن وبناتنا، وأمثال هذا الحفل الذي يقام بفضل الله في كل المحافظات بل في كل القرى والنجوع، لعل أمثال هذا الحفل هي بداية عودتنا إلى كتاب الله عز وجل. ولكن أيها الإخوة، كما نبه المشايخ الكرام الذين تحدثوا قبلي، ليس المراد من القرآن الكريم حفظ ألفاظه فقط، ولكن المراد من القرآن الكريم حفظ ألفاظه وفهم معانيه وتدبر آياته وترجمة ذلك إلى واقع عملي في حياتنا، يظهر ذلك في أخلاقنا وآدابنا وسمتنا ومعاملاتنا في بيوتنا ومساجدنا وشوارعنا وأسواقنا وفي كل شيء، حتى نكون صورة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال غير واحد من السلف: يتلونه حق تلاوته يقيمون حروفه وألفاظه ويعملون به، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده. فهذا هو ما نرجوه من تعلم القرآن وحفظ القرآن، أن نكون صورة حية لكل ما أراده الله سبحانه وتعالى منا في هذا القرآن الكريم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في جهود إخواننا في جمعية أنصار السنة المحمدية فرع بلبيس الشرقية، وأن يجزيهم جميعا صغيرا وكبيرا، معلمين ومتعلمين وإداريين تحت قيادة ولواء شيخهم ووالدهم وكبيرهم. نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناتهم، يجدون بره وذخر وثوابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا مشاهدينا الكرام، الحضور الأعزاء، استمعنا لكلمة فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي، وركز في كلماته على بد أن نعمل بالقرآن الكريم ونتدبر بآيات القرآن الكريم. نقول: الإنسان بلا قرآن لا يساوي شيء، الإنسان بلا قرآن لا يساوي شيء. نقول: عجباً لأمر الناس كيف يفكرون، والله أكرمهم بما يتذكرون، أعطاهم القرآن كي يتدبروا، لكن أكثر خلقه لا يعقلون. يا إخوة الإسلام، هيا أقبلوا وتدبروا قرآنكم وستفلحون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد يا رب العالمين. الحضور الأعزاء، مشاهدينا الكرام في كل مكان، كانت هذه أولى ندوات القافلة الدعوية لبرنامجكم السهم بقناة الرحمة الفضائية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول يا رب العالمين. انتظرونا في ندوة أخرى وفي لقاء آخر وفي مكان آخر وفي مدينة أخرى وفي محافظة أخرى بإذن الله رب العالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين، والوعد لما
الصدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى كان الصدوق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة وبداية ندوات القافلة الدعوية لبرنامج السهم بقناة الرحمة وتحت رعاية جريدة الرحمة ما شاء رب العالمين. يعني الجريدة تتنقل من هنا وهنا مع كل الأنشطة مع القافلة الدعوية مع القافلة الطبية مع الحالات إلى آخره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. شيء جميل أن لما حينما ننطلق إلى أي مكان بيبقى كل مكان بيرتب ظروفه، اللي كان عنده حفلة يرتب الحفلة يعني يرتب موعد الحفلة أو اللقاء أو التكريم مع وجودنا وتواجدنا زي ما شفنا بفضل ربنا. ولكن قبل ما نشوف الفقرة الثانية وهي فقرة متميزة جدا وأعتقد أن هي هتحرك قلوبنا كتير وهتخلي الناس كلها إيه اللي حصل ده في وقت قصير، أحفظ القرآن الكريم في شهر ونص إيه؟ أحفظ القرآن الكريم في شهر ونص ده اللي هنشوفه. ولكن قبل ما نشوف الفقرة لابد أن احنا نوجه الشكر على حسن الاستقبال والحفاوة والكرم، وربنا يبارك في الجميع في مجمع التوحيد بفرع بالبيز بمحافظة الشرقية. ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين، وكل القائمين على مسجد التوحيد رجالا وكبارا وصغارا ونساء وأطفالا ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. لابد أن احنا نتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود مرسي على حسن الاستقبال، بنشكره شكرا جزيلا وربنا يكرمك ويعزك ويبارك فيك يا رب اللهم أمين. أيضا بنتوجب بخالص الشكر والتقدير ويعني التقدير الكبير لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد سليمان أيوب، شكرا جزيلا لحضرتك ربنا يكرمك. أيضا بنتوجه بخالص الشكر والتقدير على الرجل المؤدب الدكتور محمد حسنين، شكرا جزيلا دكتور محمد. أيضا الشكر والتحية لفضيلة الأستاذ الشيخ يحيى زكريا، والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ سليمان دودار وفضيلة الشيخ إبراهيم تميم وفضيلة الشيخ أحمد عبد السلام، ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين. الأسماء كثيرة ولكن ده اللي أنا كاتبه ومتذكره. بشكرهم شكرا جزيلا على حسن استقبال فريق العمل ببرنامج السهم بقناة الرحمة، شكرا لكم ربنا يجازيكم كل خير ويقدركم ويعينكم أكثر وأكثر على ما تقدمونه في مجمع التوحيد لكل أهالي المنطقة، ليس على مستوى مدينة بلبيس فقط ولكن على مستوى محافظة الشرقية. وإحنا طبعا هنسعد بكل الدعوات اللي هتأتينا من كل مكان بشرط نشر الإسلام الوسطي المعتدل الجميل من أجل أن نقترب مع حضراتكم في كل مكان وفي كل اتجاه بإذن الله رب العالمين. تعالوا ننتقل للفقرة الثانية وهي فقرة مهمة جدا مع يعني شباب ورجال ما شاء رب العالمين أقول عليهم رجال حفظوا القرآن الكريم في شهر ونص. إزاي حفظوا القرآن الكريم في شهر ونصف؟ ولقاء معهم ولقاء مع المحافظين والطريقة اللي هم حفظوا بها القرآن. نشوف مع بعض مشاهدنا الكرام. قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى ومهما يوم حربه يهدي اللي مريته وبال مشاهدينا الكرام في كل مكان سمعنا ان في مجموعه من الشباب حفظوا القران الكريم في شهر ونص في مدينه بلبيس بمحافظه الشرقيه. اردنا واصرينا ان احنا لابد ان احنا نتواجد معهم من اجل ان نتعرف عليهم من اجل ان احنا نشوف كيف حفظوا القران الكريم في شهر ونص ونشوف التجربه من اجل ان هم يبقوا قدوه ومثل لينا باذن الله رب العالمين. هنتعرف مشاهدينا الكرام على نموذج من اجل ان احنا نسمعه ونعرف منه كيف حفظ القران الكريم في شهر ونص بالتحديد في مسجد التوحيد بمدينه بلبيس بمحافظه الشرقيه. اتعرف على حضرتك؟
محمود السيد عدلي. سنة كام؟ ستة. ستة كده. مدرسة ولا معهد؟ لا مدرسة. مدرسة. قول لي بقى حفظت القرآن الكريم في شهر وصل ازاي؟ هو بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهد الشيوخ يعني. ان هم حفظوني، انا كنت بقى صح الوجه على الشيخ واقعد احفظه في ربع ساعة او تلت ساعة. حفظت يعني زي ختمت القرآن. طب يعني كنت بتاخد منه الجزء اللي انت هتحفظه من القرآن الكريم، كنت بتعمل ايه؟ عرفنا، عايزين نتعلم. يعني انا كنت بقرا الصفحة كتير يعني علشان اما اجي احفظها ما غلطش فيها، وافضل يعني ما غلطش فيها وابقى من المتفوقين يعني. فاما كنت باجي اسمع للشيخ كان يقول لي انت حلو واحفظ كده على طول يعني. فانا الحمد لله يعني. كنت بتحفظ قد ايه في اليوم؟ كم ساعه في اليوم؟ احنا 6 ساعات. يعني كنت بتحفظ 6 ساعات، بتفضل في المسجد 6 ساعات من اجل انت تحفظ الجزء اللي انت بتحفظه. صح كده؟ بعد كده بتيجي تسمعه تاني يوم؟ لا كنت بسمعه في نفس اليوم. يعني انت متفرغ 6 ساعات في المسجد يوميا ان انت تحفظ القرآن الكريم كل يوم لمدة شهر ونص، وبناء عليه انت حفظت القرآن الكريم. ايوه تمام. طب تقول ايه للشباب اللي زيك اللي في سنك اللي في 6 ابتدائي ومهماش عارفين يقروا آية في القرآن الكريم، تقول لهم ايه؟ اللهم ربنا يهديهم يعني ويحفظوا القرآن ويتعلموه، وان شاء الله يبقوا زيي واحسن مني كمان. جميل. انت نفسك في ايه؟ والله أنا نفسي أعمل عمرة أو حج. ما شاء الله. خلينا في العمرة. خلينا في العمرة واحدة واحدة كده. نفسك إن أنت تعمل عمرة. ليه بقى؟ والله يعني أنا بحب العمرة عشان أصلي بس في المسجد النبوي وأشوف الكعبة يعني. إن شاء الله ربنا يكتبها لك محمود ويوفقك كده إن شاء الله. واحنا بنقول لمشاهدينا اللي شايفينك دلوقتي، عمره رحله عمره مش كتير عليك، انت يكفي ان انت حفظت القران الكريم في شهر ونص، وده شيء جميل جدا ومثل وقدوه لابد ان انت يعني كلنا نحتذي بيك ونقتدي بيك من اجل حفظ القران الكريم. انا بشكرك يا محمود. شكرا. شكرا جزيلا. قران كريم محفوظ، والمؤمن يشفع له في البلوى، ومهما يوم حربه يهدي اللي مريته وبالإيمان يقوى. أتعرف لحضرتك؟ أحمد عبد الرب النبي. سنة كام؟ أنا في تالتة إعدادي. قول لي بقى حفظت القرآن في شهر ونص إزاي؟ أنا أولاً كنت بصح على الشيخ الوجه اللي أنا أحفظه، الوجه اللي أنا كان عليه الدور يعني اللي أنا أحفظه، وبعدين الشيخ كان بيصحح لي الأخطاء اللي فيه بالأحكام يعني وكده، وبعدين أنا بحفظ آية بآية يعني، بحفظ آية بدل نكررها الآية الأولى مثلاً في الصفحة، بكررها كذا مرة لحد ما أحفظها الآية دي، بكررها كذا مرة لحد ما أحفظها، وبعد كده لما أحفظها أسمعها لنفسي كذا مرة برضو، وبعدين مثلا 3 مرات، وبعدين بنقل على الآية التانية، بكررها كذا مرة لحد ما أحفظها وأسمعها لنفسي، وبعدين أجيب الآيتين على بعض والآية التالتة، وكذلك بقى في كل في لحتى نهاية الصفحة يعني. 6 ساعات برضو بتحفظها؟ ست ساعات. بس إزاي بقى جبت شهر ونص إزاي يعني، حفظته في شهر ونص إزاي؟ ما أنا كنت منتظم هنا، بس طبعا ده بيجي مع الجهد وكده، جهد يعني. مثلا أنا في اليوم مثلا مطلوب مني مثلا 6 أوجه، أنا لو جبت أكتر فكده بنجز يعني. طب أنت بتوجه الشكر لمين؟ للمشايخ طبعا، لجهدهم الأول، وده أولا يعني المشايخ بس، بعد ربنا. قول لي اصحاب الفضل عليك، قول لي اسمائهم من اجل ان احنا نعرف الدنيا كلها باسماء المشايخ اللي تعبوا معاك ووصلوك للدرجه الجميله ديت، وان انت حفظت القران في شهر ونص. اولا الشيخ احمد عبد السلام، وبعدين الشيخ هاني، والشيخ يحيى، والشيخ محمد ثروت. بس نفسك ايه؟ نفسي اعمل عمره. انا اكتبها لك ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله ربنا يحققها لكم، ويا رب كده يبقى تاتي الاستجابه، ويبقى كل الفريق اللي حفظ القران الكريم في شهر ونص تتحقق لهم الاستجابه ويطلعوا عمره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اتعرف لحضرتك يوسف رمضان اسماعيل. لك يوسف سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي، ربنا يوفقك. قول لي بقى رحلتك مع القران. يعني انا لقيت اعلان الدوره ده فقلت لازم اشترك فيها، فالمهم الحمد لله دخلت فيها. ففي كل يوم فجر يعني بعد الفجر كده بنيجي هنا فبنقعد نحفظ، يعني مثلا ممكن اقعد في الوجه ربع ساعه، ممكن اقعد اكتر على حسب ما الوجه، يعني لو سهل اقعد مثلا 10 دقائق، لما هو صعب اقعد تلت ساعه ونص ساعه. بتيجي من بعد الفجر لغايه الساعه كام؟ لغايه الساعه 12. بتيجي من الفجر لكام؟ الساعه كام؟ 12. وبعد كده بتعمل ايه بقى؟ بعد كده سمبراو. بتيجي تاني يوم بقى وتكمل لمده شهر ونص بتحفظ القران. وبتلعب بقى وشايف حياتك ولا لا؟ طبعا. يعني ممكن حد يقول ان انت بتحفظ القران الكريم فانت متفرغ بس للقران ومش بتاخد بالك من نفسك زي زمايلك وزي اصحابك في سنك. لا هي مصلي 6 ساعات بس، يعني مش كتير. انت بقى حاسس بايه بعد ما حفظت القران الكريم؟ الحمد لله. نعمه كبيره. نفسك فيه بقى انت؟ نفسي اطلع حج. ليه؟ حج. حج. ما شاء الله. ربنا يكتبها باذن الله يا رب ان شاء الله كده. ان شاء الله. اتعرف لحضرتك؟ احمد عبد السلام نصار. احمد عبد السلام نصار. الشيخ احمد ربنا يكرمك فيك. قول لي بقى حفظتهم ازاي القران الكريم؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى اثره الى يوم الدين، اما بعد. حضرتك اولا تتكلم عن دوره مكثفه وليست حلقات عاديه. دورة مكثفة وليست حلقات عادية. هذه الدورة طبعا الحمد لله بدأت منذ حوالي 5 سنوات. منذ 5 سنوات بدأناها بشهرين. بدأناها بشهرين، ثم طبعا لما دخل علينا رمضان، وقت رمضان ضاق علينا الوقت، فاضطرينا أن نقلصها لشهر ونص وممكن تصل لشهر. فهذه الدورة ليست لأي أحد من الطلبة، بل من يعني خاصة بالطلبة المتميزين. إحنا زي بتقول عليهم متميزين. حلو خالص. نعمل إيه؟ بنعمل إعلانات لهذه الدورة. مثلا تقام هذه الدورة في اليوم الفلاني الساعة الفلانية بعد صلاة العصر مثلا. فبيأتينا أعداد كبيرة من الطلبة، نعمل لهم نظام اختبار قبول أو اختبار قدرات. بيأتينا الطالب، بناخد بياناته. طب كم تحفظ من كتاب الله؟ لا أحفظ شيئا أو أحفظ جزئين. طيب يا حبيبي تحفظ جزء عام مثلا؟ طيب نأتي له إيه؟ بصفحة من جزء تبارك أو من صفحة من البقرة أو من أي سورة من كتاب الله عز وجل لم يتم حفظها من بعد من قبل، تمام؟ فبيقرأها، بيقرأ علي، أنا بحكم على الطالب من خلال قراءتي، بحكم على الطالب فيما خرج الحروف. الله يفتح عليك. في طالب يأتيني لا يستطيع القراءة، هذا لا يصلح لهذه الدورة، لا يستطيع القراءة في كتاب الله عز وجل، هذا إيه؟ لا يصلح لهذه الدورة. بيأتيني أيضا طالب ضعيف الأحكام جدا، أحكامه ضعيفة جدا، أيضا لا يصلح في هذه الدورة المكثفة، لأن طبعا زي ما حضرتك عارف كل مدرس معه 5 طلاب أمامه، 5 طلاب أمامه، فعشان لما مثلا الطالب ده اللي هو ضعيف الأحكام ده يقرأ عليه الصفحة ويضبط الأحكام أقل شيء قبل ما يضبط الأحكام ربع ساعة، فهي تستنفذ وقت الشيخ بدون فائدة. فإحنا بنستثني ليه الطلبة اللي هم ضعاف القراءة، ضعاف التجويد، يعني أقل شيء يكون متوسط في التجويد ويستطيع القراءة في كتاب الله عز وجل، تمام؟ هذا النظام اختبار القبول. انا شفت بقى في مجموعه من المتميزين، عندي مثلا مجموعه مثلا ليكن 50 ممتاز، احنا كده من كده ممتاز، ان هو ايه ما شاء الله قراءته كويسه، وبقول له فلان اقرا هذا الوجه قدامك ربع ساعه بالضبط تحفظ هذا الوجه، يعني بقى انا بقرا الوجه بياخذ ايه ربع ساعه من الوقت، وانا بحسب له الوقت من اول ما بيقرا عليه الصفحه ربع ساعة ويحفظ هذا الوجه، ماشي؟ خلص ربع ساعة بقول له تعالى فلان سمع هذا الوجه. فطبعا بعضهم لا يخطأ في الوجه، بعضهم يخطأ خطأين 3 4، فأنا بدي له تقديره على حسب إيه؟ على حسب الأخطاء وعلى حسب أحكامه التجويدية. فأنا مثلا مطلوب عندي على حسب طاقتي في المدرسين، وليكن مثلا 30 طالب، 50 طالب، 100 طالب، فأنا باخذ من إيه؟ من الممتاز، وأنت إيه؟ وانت ممتاز جيد جدا جيد، بعد كده الضعيف والمقبول ده ما باخدوش، عشان بحيث ان طبعا زي ما حضرتك عارف الوقت قليل ومحتاج ان الطالب على منهج يومي يحفظه. تبدا الدوره موعدها طبعا من الساعه 6 صباحا الى 1 ظهرا في الصيف، الى 1 ظهرا.
ما يقرب من 7 ساعات او 6 ساعات ونص. ماشي. 3 ساعات نبدا اول 3 ساعات حفظ. بيجي الطالب المدرس جالس وقدامه 5 طلاب، تعال يا فلان اقرا الوجه، يقرا الوجه، يضبط له الاحكام التجويد ويضبط له القراءه قراءه صحيحه، انصرف لتحفظ. قدامك برضه ربع ساعه ولا ثلث ساعه تحفظ ليه الوجه، تعال يا فلان، تعال يا فلان، الخمس طلاب اللي قدام ليه الشيخ. ثم بعد ذلك ينادي فلان خلاص، تعال سمع الوجه، وهكذا. ماشي. الطالب من الساعه 6 إلى 9 يحفظ، من 9 إلى 10 راحه، راحه طبعا. ويتخلل هذه الراحه حوالي ربع ساعه كده برضه ايه تعليم اداب من المشرف، يجتمع من الطلبه يعلمهم اداب المسجد، ويعلمهم اداب مثلا كتاب الله عز وجل، الادب مع الشيخ، كل هذا نفعله مع الطلب ان شاء الله. ماشي. ثم بعد ذلك يذهبون الى الافطار، وجبه افطار جماعي مع كل الطلبه والمدرسين معه. اللي عاوز برضه يفك عن نفسه، احنا يعني ما بنحبش الطالب برضه، بحيث انه الله يفتح لنا دي اجازه الصيف، ان طول السنه مطحون في المدارس، مدارس ودروس خصوصيه وبتاع، ودي اجازته اللي هي الايه في طوال العام، فاحنا برضه ما بنحبسش حريته. بل ربما كمان قمنا يعني شبه رحله اسبوعيه او كل 15 يوم ترفيه وكل شيء من اجل ان هم يحفظوا القران الكريم، حريه الطالب، بحيث برضه الطالب كل ما يكون يعني نفسيته مرتاحه كل ما يكون يعطيك، وتاتي النتيجه بفضل الله رب العالمين مرجوه كما تريد. الحمد لله. طب في النهايه برضه شيخنا بتحب توجه الشكر لمين؟ الشكر لله اولا على هذه التوفيق لهذه النعمه العظيمه، ان يعني استخدمنا واخواني لتحفيظ كتاب الله عز وجل، وان نرى هذه الطيوب الوجوه الطيبه المباركه. والله فعلا الواحد يعني انا انصح كل انسان اذا اردت الحياه السعيده فيعني كن ممن يحفظ كتاب الله عز وجل. والله اسعد ايام حياتي، وكل اخواني يشاركني هذا الاحساس، وانا جالس في كتاب في بيت بيوت الله عز وجل احفظ كتاب الله، اسعد ايام حياتي. الله يحفظنا واياكم، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا، وربنا يقويك ويتقبل منك ويتقبل من كل فريق. للشباب رساله اوجهها للشباب اخيرا، لا تهمشوا كتاب الله، لا تهمشوا كتاب الله. ياتينا بعض الطلاب او بعض اولياء الامور اخر شيء يفكر فيه القران، هذه مشكله. هذه الرساله يا ريت تصل لكل اولياء الامور، كل الطلبه، كل الشباب، كل الرجال، كل النساء، لا تهمشوا كتاب الله، اجعلوا للقران من اصول اوقاتكم، تفوزوا ان شاء الله في الدنيا وتفلحوا في الاخره. جزاكم الله خير. الله. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر والتحيه لكل فريق العمل اللي بيعمل معاك. ربنا يبارك فيكم واجعلنا من اهل القران يا رب العالمين. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هم دول الفرسان اللي محتاجين نقدم لهم الدعم، ونقدم لهم العون، ونقدم لهم ما يريدون، ونحقق لهم ما يطلبون. اسال الله تبارك وتعالى ان يكتب لنا التوفيق والقبول يا رب العالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله. قران كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفى في البلوى. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب. اللهم امين. يعني 6 طلبة حفظوا القرآن الكريم واتموا حفظ القرآن الكريم في شهر ونصف. طبعا محمود السيد عدلي اللي اول واحد شفناه اللي هو في 6 ابتدائي، واللي امنيته في الدنيا ان هو يعمل عمره، يا رب حققها له، لان دي مش كتير عليه ولا كتير على زمايله اللي اتموا حفظ القرآن الكريم في دورة تحفيظ القرآن الكريم في شهر ونصف، مش كتير عليه. حاجة جميلة، لابد ان هو يكرم، ولابد ان هو يقدر، ولابد ان احنا يبقى هو فوق رأسنا، والمجموعة اللي حفظت القرآن في شهر ونصف فوق رؤوسنا جميعا، لان ده شرف ما يعني ما اغلاه وما احلاه. والشيخ احمد عبد السلام لما بيقول في النهاية الجملة خطيرة جدا، لا تهمشوا كتاب الله، لا تهمشوا القرآن، لا تهمشوا كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا محمود السيد عدلي، ويوسف رمضان اسماعيل، ومحمد يحيى نور الدين، وكريم عبد الغني غنيم، واحمد عبد رب النبي، واحمد فؤاد ابو غيده، دول 6 اللي حفظوا القران الكريم، اتموا حفظ القران الكريم في شهر ونصف. ربنا يبارك فيهم ويبارك في مشايخهم اللي يعني وصلوهم الى هذه الدرجه. طب ناخد اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ. اتفضلي.
بنشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل. شكرا. وعلى الفقرات اللي حضرتك بتقدمها لنا، جزاك الله خيرا. شكرا. وبنتمنى من حضرتك طبعا المزيد والمزيد، وربنا يوفقك ويجعل في ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب. بس بعد اذن حضرتك، جريده الرحمه بندور عليها مش لاقيينها، يعني انا دورت عليها في كل منافذ البيع الموجوده. لا لا لا، الجريده بتبقى موجوده ولكن في منافذ البيع تبع توزيع مؤسسة الأخبار، ولكن هي بس القضية لما بنعلن عن الجريدة بفضل ربنا كميات كبيرة بتنزل السوق، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى هي يعني بتخلص مع مجرد نزولها يوم الخميس. فدي نصيحة لكل الأحباب، كل واحد بس يرتب مع البائع الجرائد من أجل أنه يرتب مع الجريدة للأسبوع القادم من أجل أنه يروح يوم الخميس الصبح يأخذها قبل ما تنتهي. ربنا يبارك فيك يا أبو محمد، شكرا جزيلا. أبو نادى، أهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ ملهم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا استاذ ملهم انت بصراحه بتمتعنا بالبرامج الهايله دي. شكرا جزيلا لحضرتك. والله يعني الشكر لربنا سبحانه وتعالى اولا، وبعدين كان نفسي الحمد لله، والحمد لله انت حققت لي الامنيه. كان نفسي تنزل الشرقيه، لان الشرقيه بصراحه مليانه يعني مش بالبيس بس، مراكز الشرقيه كلها مليانه بصراحه بالعلماء والله. نعم نعم. فربنا يبارك في حضرتك يا استاذ ملهم، ويبارك في قناه الرحمه والجميع العاملين عليها والله. شكرا لك. شكرا. ويعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الواحد بيفتخر بالحياه دي والله. النماذج جميله يعني ان شاء الله. انا يعني جاي مولود امبارح، وان شاء الله ربنا يخليه لي كده. واول حاجه يعني مش اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى مش ان انا اعلمه، انا اعلمه القران بس يعني الله. مش عندي تعليم ده، مش اي ربنا مشكله يبارك لك فيه. بس اهم حاجه يحفظ القران بس والله. ربنا يبارك لك فيه يا رب، ويجعله ذريه صالحه يا رب يا رب. اسمهم ربنا يبارك فيك في حضرتك يا باشا. شكرا لك. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا ابو ندى. يعني سته من، مش عايز اقول من الرجال اللي قعدوا ما شاء رب العالمين ست ساعات في شهر ونصف من أجل أن هم يحفظوا القرآن، وربنا أنعم عليهم بحفظ القرآن الكريم في بلبيس الشرقية. أمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ ملهم. هنستقبل بعض الاتصالات سريعا. أهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ ملهم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا رب. أهلا بيك، الله يكرمك. والله أنا باختصار أنا بتصل بيكم من قبل رمضان، ظروفي صعبة جدا وعليا ديون، وحتى حاجات المدارس ما كملتهاش لأولادي، فطلبت المساعدة وما فيش حد اتصل بيا ولا حد قال لي حاجة من قبل رمضان. طب اتركوا رقم تليفونك يا أخت، الله يبارك فيك، اتركوا رقم تليفونك وندرس حالتك وتجيبي الورق وكل حاجة ونتواصل معاك إن شاء الله. الأخت زينب، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا بس نعم. طب اجيب لك الورق ازاي؟ ده هي المشكله في البنك يا استاذ ملهم. ليه المشكله في البنك؟ بنك ناصر جوزي عامل كارد، ما فيش المعاد بيخش لنا الكارد محجوز. المشكله يا اختي زينب. مين معايا، امة الله ولا زينب؟ انا زينب عفتاه. زينب ربنا يبارك فيك يا اختي. احنا هي القضيه ان احنا اعلنا قبل ذلك مع الاستاذ محمود حسان مع بدايه حلقاتي في برنامج السهم، يعني قبل كده واعلنا وقلنا ان احنا ما نقدرش، يعني اول حلقه كانت في سنه في يوم 9/9/2011، وقلنا ان احنا ما بنقدرش في مساله القروض ومساله سداد الديون، احنا ما لناش في الجانب ده، دي مش بتاعتنا، بتاعه مؤسسات تانية وجمعيات تانية. ربنا يفرج الكرب يا رب. الاستاذ ربيع، اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا الحاج ربيع. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يجعل وطي التلفزيون يا حاج ربيع، الله يكرمك. ماشي بيه. اتفضل حضرتك. ماشي ماشي، ربنا يكرمك استاذ ملهم حبيب قلبي. انت ليه ليه في القوافل والكلام ده والحاجات دي؟ انا رحت ان شاء الله، رحت المعهد الان. انا عارف ان انت رحت يا حاج ربيع يوم الثلاث، ولكن لظرف طارئ فانا بطلب من حضرتك، انا بطلب من حضرتك ان شاء الله، وبطلب من كل الاحباب، هنتواجد يوم الثلاثاء القادم الساعه 12 ظهرا باذن الله امام الباب الرئيسي لمعهد القلب بامبابه ان شاء رب العالمين، ونتواصل دائما يا حاج ربيع. ربنا يكرمك على همتك الكبيره ما شاء الله. شكرا لك حاج ربيع. استاذ عبد الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا الحبيب واستاذنا. الله يكرمك يا استاذ عبد الله، الله يكرمك. الله يحفظك يا شيخنا، بارك الله فيك. لا ما الشيخ بارك الله فيك يا استاذ ملهم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في قناه الرحمه والعاملين عليها كلهم ان شاء الله. امين امين يا رب امين. الله يبارك لكم ان شاء الله، والله الواحد صدره بينشرح من الحاجات دي ان شاء الله. الحمد لله الحمد الله لله. الله يبارك لكم ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. شكرا لك. شكرا استاذ عبد الله. مشاعر جميله ان احنا يعني في البرنامج بيبقى حلقه مؤثره وحلقه صعبه وبكاء الى اخره، وحلقه تانية فيها بشرة، وهو ده الهدف ان احنا دايما يعني ده وده موجود بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الحلقه الماضيه كانت حلقه مؤثره جدا،
النهاردة بفضل ربنا بنقول للدنيا كلها، للي بيسيئوا لسيدنا النبي، للي بيهاجموا سيدنا النبي، لكل الحملات الشرسة على الإسلام وعلى نبي الإسلام، بنقول لا، الإسلام لن يضيع بإذن الله، القرآن لن يضيع مهما فعلته، لأن القرآن موجود في قلوبنا، القرآن موجود في الصدور، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. في الرسائل اللي وردت إلينا رسائل كثيرة جدا، يعني ما شاء رب العالمين، رسائل يعني شكر وثناء إلى آخره. ربنا يبارك في الجميع، وكل من أرسل إلينا الرسالة إحنا بنشكره شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. طبعا الرسائل اللي وردت إلينا اللي عندهم مشاكل ويعني تركين أرقام تلفوناتهم، إحنا بالتأكيد سنتواصل مع الحالات اللي أتت إلينا ووردت إلينا من خلال شريط الرسائل، ونقول يا رب بس يعني كتير من الرسائل اللي جاي إلينا